الله راك كريمني كون كاع كاملين كاع المتتبعين ديال القناه خوتي وخواتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اول نهار من ايام رمضان. انا وكتي كيتان ديالك ياك. اليوم البنات دازت عام على اننا سكننا في هاد الدار هادي ياك، باقي معقلين؟ اول نهار سكننا في الدار سكننا شنو نهار ديال رمضان؟ شهر خمسة نهار حدا سكننا نهار واحد، لا نهار واحد في رمضان اول نهار هي فاش دخلنا لهاد الدار هادي. كانت عندنا البنات بزاف ديال الذكريات، غادي تشوفوا حطينا حوايجنا بونجا في لاكور التراب وكاك الطبله. كنتفكر البنات وصل الوقت ديال المغرب بزز باش عمر الدكويز ديالاتي، سخرنا شويه ديال الخبز كان باقي لينا فطرنا به قلنا الحمد لله الشكر لله. المهم غنخليكم مع التصاور ونرجع نكمل معاكم. نادا اجي اختي، قلنا العام اللي اشنو الفرق بين العام اللي فات وهاد العام؟ زيد رمضان. كيش دوزنا العام اللي فات؟ خايب بزاف، وخرجنا قالنا لك خايب دوزنا خايب دابا مزيان الحمد لله. العام اللي فات بارك الله الا كاين شي وقيته اللي الفطور كتوصل وقيته ديال الفطور ياه، كنا مولفين البنات الوقيته ديال الفطور الشهيوات أنواع الأشكال. العام اللي فات الخبز وأزاي ويا ربي واش نصيبوه ولا ما نصيبوهش يا كرسي. لكن دابا كنبقاو خارج انا وياك باش تخلي لي ياك على هذاك الوراقي وداك الشيء ديال الوراقي الله يرحمه، وكنت تبقاي تخلي لي عليهم انا وياك ولينا كحلة الشمس وانت يا جدة عقل الله ولا هنا كلك حل وهنا كحل. ريني داك الشيء غير ما تبقى الذكريات. كنا مثلا ندخلو للطاجين حتى المغرب عاوتاني بالليل بالعشية عاوتاني تنبقاو انا وياك كاسين صافي اسكت. انا تعلمت ما كنتش تنور تنبقاو انا وياك نشوفو بعضياتنا وانا ماشي صاحبتكم. تتصاحبو شوفي العام الجاي ما عرفنا الله سبحانه وتعالى شنو خاز لينا. يكون المشاهدين كتبوها في التعليقات لحتى كاينه ابلا ندى ونورا نشوفوا راه الحداقه وفرحانين. ندى شنو قلتي لي؟ قلتي يكون غيبقى 12 شهر رمضان. نقول لا ها 50 نعم نديرو واحد القديم ديالنا بقاو نديرو نصبو 11 شهر تتصومي ياك؟ لا تصومي زعما صوتو صحوتي. شهيد كديرين لاباس بخير المشاهدين والمشاهدات، مبروك عواشركم تصوموا وتعاودوا. السلام عليكم كديرين لاباس بخير، مبروك العواشر. سلام البنات، سلام مشاهدين كاع كاملين، كيدايرين لاباس عليكم بخير هانيين، عواشركم مبروكة تصوموا وتعاودوا ان شاء الله. اليوم اول نهار في ايام رمضان المبارك الكريم. ايوا اليوم هاد الوقيته البنات اش مالفين كنديروا؟ نتقدم مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور في هاد العواشر هادي البنات. ندى الصباح قالت لي اليوم ماما بابا بقات ليه 10 ايام باش يكمل عامين، واخا الصراحة والله الا عندي التقضية انا قلت لي ما عرفتش اش غديروا نطوي الله كيف ما مولفين. قالت لي هاد الوقيته هادي يا ماما كنخرجوا كنديروا قلت لهم يلا وتا دابا خرجينا نلعبوا. على باباكم كان تيخرجكم تلعبوا تخرج من اللعب بالليل هذيك دابا كورونا. المهم جيت باش يتقداو داكشي اللي مولفين بحال هكا خبز بحال حليب دانون عصير ولا شي حاجه. المهم غادي ندير لهم خاطر يا ربي والله يكون مع كل واحد في هاد العواشر هذه. وهانتوما معنا في اول نهار من ايام رمضان المبارك.
ورجعت البنات للدار عرفتو مشهيه وحطو ويشن غادي نبدا فيه وغادي ندخل التانور هان معايا الكوزينه تعاوني. البنات انا راه بديت كنصايب الشهيوات المهم رديت الحريره كيف ما شفتوا راه نوران كانت تعاوني الطويجين واحد الطويجين وخا الناس ما كياكلوش شوفوا شفتوا درتو جبت اللحيمات ديال الملج صراحه كيعجبوني بزاف تما راه البرقوق درت البصله والمطيشان الفلفله شويه الحامض درت شويه الزبيب يكون مخلط شي حاجه واعره غزاله وغادي ندير لنا داو نورهان بريوات كانوا بغاوهم المهم انا جايبه التقضيه يلاه كنسالي بشويه بشويه البنات كنجمد انا دارها في السويع مشات للسويع نورهان بخيخي تعبتهم قنزعه ليا في واحد الشرج مقاسه مع كاينه شتي كتنقط كتصب شوفوا شوفوا شتو شتو نورهان نورهان بارك عجبني الحال جالسه في الشرج ديال البالكون قامت تخرج شاده التليفون سد التليفون وطالعه وتتفرج ومكالميه مع راسها تا والله الا راه كاين النشاط ايوا داك الصاله ما جمعتيهاش كيف ما ها راه طويت سميتو وما حيدتيش من تما ما غديتيش للسيدات عرفتو اليوم البنات حيد اختي الصوت حيد الموسيقى عرفتو اليوم البنات اليوم والله الا عرفتو واحد الحداقه وواحد النشاط وواحد الحيويه وتفكرنا ايامات زمان تفكرنا تفكرنا اول عام لينا ثاني عام لينا الصراحه بغيت كاع العيالات تكون عندهم واحد الطاقه ايجابيه كاع العيالات حتى شي حاجه ما مستحيله قدامهم شي الا بغى لك الله سبحانه وتعالى الخير والله البنات حتى يوصلك يوصلك حيد الصوت على نورهان انا رجعت نطلع على طويجيني المهم راه صافي هو هذاك اش اليوم البنات والله الا واحد الطاقه جاتني تفكرت ايامات زمان فاش كنت في داري والله العظيم عرفتو شتي الا بغى لك الله سبحانه وتعالى الخير كيوصلك يوصلك واخا يعيا الانسان ما يدير ما يعكل فيك ما يحارب فيك ما الا بغى لك الله سبحانه وتعالى الخير اكيد غادي يوصل لك عرفتو تفكروا معايا انا راه وريت لكم شفتو ايامات زمان فاش اول عام حق الله الا كنت كنغمض عيني البنات وكنقول ما عمرني ما بقيت غادي نرجع كيف ما كنت عمر هذيك الحياه ما غادي ترجع بناتي ما غنقدر نشري ليهم لا دانون لا والو ما غنقدر لا نوكلهم لا خصوصا راكم شفتو عشتو معايا اللحظات لحظه ولحظه وكانكم معايا ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد بغيتكم تاخذوا واحد الطاقه ايجابيه بغيتكم تعرفوا بان حتى شي حاجه ما مستحيله حتى شي حاجه ما مستحيله قدامك بغيتي شي هدف وصلي لي خدمي على راسك كافحي ضربي تمار على طرف ديال الخبز المهم انك تصوري الطرف ديال الخبز ديالك وما تبقايش جالسه في نفس البلاصه مركنه وتقولي ما عندي زهر ما عندي زهر لا اختي كل واحد ورزقه عند الله سبحانه وتعالى فقط نوضي وخدمي وشقاي وما عرفنا من هنا العام الجاي اشنو غادي يوقع ما عرفنا من هنا السنوات وسنوات اشنو غيوقع فيا يقدر يكون حالنا احسن بكثير من ايامات زمان المهم البنات انا غادي نشارك معكم اليوم كيفاش غادي يدوز عندنا اول نهار في رمضان وفي دارنا الجديده وانتم معايا وبديت البنات كنصايب بريوات لندى ونورهان صراحه هاد البريوات هادو كيعجبونا دا بزاف بزاف ديال الكفته هنايا درت بعدا اول حاجه درت البصله شحرتها درت الكفته شويه الملحه شويه الكمون شويه البزار حتى طابو مزيان عاد ضفت لهم الزيت والخضر الفيرميسيل والفرماج الفيرميسيل الشعريه الصينيه البنات اللي رطبتها المهم كناخذ الورقه ديال البسطيله كندهنها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت وكندير السيجارات ديالي حتى تنسالي عاد ندخلهم الفران يتحمروا هاي يا زكا جات يدا دابا البنات من المدرسه من السويع من السويع 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 تفرحان شفت البريوات هي تقول لي شنو درتي هي في ماما قلت لها درت لك داكشي اللي بغيتي الكفته والزيت وشتي البنات الزوينات في 24 يا 4 في 6
حنايا العشق مع بعضياتنا وتنتحابونا وبنتي الاخرى ما تتحسب فيهم شحال وقع لك من وحده تسمع انا تعبت من وقتي هي 8 وهذه نورانيه اللي فاهمه معنى الحياه يلا قريب الفطور دابا باش نكمل ها هو بدات ها هما البريوات ديالو دابا غادي ندخلكم ديالكم تي ونور ندخلوا مسكينه ماما صايمه سمعوا سمعوا الرعد تفضل ماما هاشي مشي جبتنا دابا من السويق لا مشي جبتنا دابا من السويق تا خيط من السماء والرعده كتضرب لنا اليوم وضيت راسها مع مروريها بالماء اليوم غدا بعد غدا غتبقى تصب الشتا لا ان شاء الله يلا سيري اختي حجبي باش الا تعاونيني تحطي معايا الطبله يلا صافي الاذان وبقيتها ديال الفطور شتي داك عرفتي دور هاد اليوم شتي داك الراجل اللي تيكون عندك في الدار تيكون مقطع داير رجل فوق رجل سربي خلاص الفطور ضرب الجوع بحال كنت ضالمه تدير لي النهار كامل يلا تقعد كملوا المهم البنات لبست انا هادي راه جديده قلنا دايره تدخلي لي التعليقات ديالكم تقولوا لي كي جاتكم يلا صايبه يعطيك الصحه يا بنيتي وزيني ليا رامز عقله طاح هو بلاتي تفرجي في رامز المهم البنات لبست هادي جديده مقاده معوضه على حساب اليوم اول نهار ساليت الشقه حيت الفواطه بدلت المهم صليت الصلاه ديالي وعاد جيت باش نفطر زينة باش نفطر هذا راه حويدك ديالي في الكوزينه عاونتني نورها انت هي الله يحفظها الله يخليها لينا يا ربي امين امين خليها مسكينه تاكل يلا اش كنتو باغيين تفطروا في سالامون ولا هنايا هنا في هاد التلفازه انت في هاد التلفازه ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد اش تبغي تقولوا للمشاهدين اليوم اول نهار مبروك عواشركم زيد شوف دابا شوف حنا دابا اول نهار في رمضان الاختلاف مع رمضان اللي فات ورمضان اللي فات ورمضان اللي فات الانسان كيتطور ها كيتطور عقلتي فاش يلاه ما تبغاك نهار رمضان اللي خايف شويه الحمد لله على كل حال من هنا اش نقولوا للناس اللي بغاو يوصلوا لشي حاجه اكيد سيدي ربي كيسهل لهم عاود ولا خصهم يديروها في راسهم ياك واللي بغى لك الله سبحانه وتعالى هي اللي كتوصلك ياك حتى تريد وهو يريد والله يفعل ما يريد سيري قبل ما نضغط وانا تنقول لكم نورين عالم عالم بوحده ما كاينش عالم فاك حنا دابا تناقشوا تنهضروا يا عالمه كذا من الصباح غدا تصومي قاله من 8 خليت الجمعة ما قاريش وتصومي وعد وعد ولكن تطلعش لا تصومي النهار كامل حل عام فين ها عندي فين تركب بلاتي وبالبكا غدا راحي القرية من 8 ونص ل 2 ونص خاصني ندي معايا شي حاجة ناكلها في الاستراحة كنتي كتهضر على الماكلة عارفة داك العام في القرية حضيت هاد العام قاري لا تسرف الحد لا تسرف الحد تكوني ما قاريش خافي تدوز الماء ولا صافي لا تيخلى عتيقة نورا عرفتو خاصنا نديرو ليها شي كاميرا شي قنبة ولا شي حاجة باش نرفعو المهم البنات كنتمنى ان رمضان يدخل عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله كيف ما شاركت معاكم الصور ديال رمضان قبل وبعد والسنة الثانية وهذه إن شاء الله يا ربي بغينا الأيام الجاية تكون أحسن وأحسن إن شاء الله ويا ربي الله يسر لكم أموركم وكنقول لكم دائما البنات ما تبقاوش جالسين في نفس النقطة ونفس البلاصة وتبقاو تهضروا وتبقاو تبكيو على زهركم أو لا شي حاجة لا نوضوا خدموا على رؤوسكم وديروا المستقبل ديالكم
وراه اللي مكتبها لكم الله سبحانه وتعالى هي اللي غتوصلكم. اي ولكن الله سبحانه وتعالى تيقول لك سعي عبدي وانا من وراك، ما تيقولكش بقى جالس في بلاصتك وغيهبطوا عليك الفلوس وغادي تحول الحياه ديالك وغتقاد لك. لا لا تخدموا على ريوسكم. هذا اول نهار لينا في رمضان. المهم حنايا دوزنا هنايا اليوم، قلت للبنات يلا واش تمشيو لسوق السبت، قالت لك لا بغينا ندوزو في دارنا. المهم غادي نبداو ان شاء الله معاكم الروتينات ديال رمضان والشقا، وخليو لي التعليقات ديالكم وقولوا لي حقا شفتكم بغيتوا انواع ديال المملحات، بغيتوا الجديد ولا بغيتوا نعاود لكم داكشي اللي كنت كندير ولا. المهم خليو لي التعليقات ديالكم. عواشركم مبروكه، تصوموا وتعاودوا ان شاء الله، وبالسلام عليكم. الفطر حنايا النوت اللي تابعني الشقا قران جفاف صابون كل شيء. وهذاك البنات يلا نديروا باي باي، السلام عليكم.